ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ رامي، ما هي حيثيات هذا الهجوم؟ نعم طبعا، تحية طيبة لكم. دعينا نقول بأن هذا الهجوم وصل إلى أهدافه، ولم تتمكن صواريخ الدفاع الجوي من إسقاط أي صاروخ إسرائيلي. على العكس من ذلك، أحد الصواريخ الإسرائيلية استهدف كتيبة للدفاع الجوي، أدى لمقتل جندي أو مقتل عنصر من الدفاع الجوي وإصابة 4 آخرين بجراح، بينهم 2 بحالات خطرة. ولكن الهدف الرئيسي من هذا الهجوم لم تكن كتيبة الدفاع الجوي، كان هناك مخزن لحزب الله اللبناني موجود ضمن جبل القرب الزبداني أو ما يعرف بالنبي هابي القرب الزبداني. أدى هذا القصف إلى اختراق التحصين الذي كان داخل هذا الجبل وتدمير مستودع الذخيرة التابع لحزب الله اللبناني، وانفجارات هائلة هزت المنطقة بعد الاستهداف الإسرائيلي الذي وصل إلى أهدافه. لكن هناك معلومات كانت عن خسائر بشرية في صفوف الحراس الموجودين في تلك المنطقة. الارتباك أنه كيف تمكنت إسرائيل من معرفة هذا المستودع داخل هذا الجبل في عمق هذا الجبل، من المفترض أن يكون يعني مستودع سري، تمكنت إسرائيل من استهدافه بهذه السهولة. هذا يدل بشكل واضح بأن هناك خرق إسرائيلي للقائمين على هذه المنطقة، وأن هناك سهولة إسرائيلية لاكتشاف مستودعات الذخيرة التابعة لحزب الله أو الإيرانيين. إذن يتبع هذا التساؤل، هل هناك تبعات متوقعة أو رد فعل متوقع لهذا الهجوم من أي جانب؟ لا أعتقد، لأن هناك 39 هجوم فقط هذا العام لوحده استهدفت كامل الأراضي السورية من قبل الطائرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية. لم نشاهد أي هجوم سواء من حزب الله اللبناني أو من الإيرانيين بالجولان المحتل أو في جنوب لبنان. شكرا جزيلا لك مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.